وبالعودة إلى الأزمة المتصاعدة بين روسيا والغرب في ملف أوكرانيا بعد تهديدات روسيا الأخيرة واستمرار الحشد على حدودها مع أوكرانيا، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين العضو السابق في البرلمان الألماني جمال قارصلي. أهلا بك معنا أستاذ جمال. أهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. مساء الأنوار السيد جمال. يعني بعد أن فشلت المفاوضات بين أمريكا وروسيا بشأن الملف الأوكراني، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح بأن بلاده مستعدة لأي سيناريو في الأزمة مع الغرب. ما الذي يفهم من تصريح وزير الخارجية الروسي، وما هي أيضا الاحتمالات والسيناريوهات المتوقعة برأيك؟ طبعا الطرفان الآن يعلنان، الطرف الأمريكي يعني والطرف الغربي بشكل عام والطرف الروسي، يعلنان بأنهما مستعدان لكل السيناريوهات. هذا شيء من كما يسمى بعض الأصابع، نوع من التصعيد، نوع من ربما لإعطاء رسالة للطرف الآخر بأن نحن مستعدون لكل احتمال. ولكن أتصور الموضوع لن يتم بهذا الشكل، هذا التصعيد. أنا أتصور الدبلوماسية ستنجح في النتيجة، وربما سيتم يعني الوصول إلى حل ربما يستطيع أن يتعايش به الطرفان، لأن كل الطرف يعرف بالنتيجة أن الضحية هو الشعب الأوكراني، المأساة تأتي على الشعب الأوكراني وهو الذي سيدفع الثمن بالنتيجة. وأنا متفائل بهذه النقطة بأنهم سيصلون بالنتيجة إلى حل ولا نكون هناك تصادم عسكري في هذه المرحلة. ولكن ما هي المعطيات التي يعني تعتمد عليها في هذا التفاؤل؟ نعم، لأني هم طرفان يعرفان بأن دخول الحرب أو بداية الحرب ليس من يستطيع أن يبدأ بالحرب، لا هذا لا يعني بأنه يستطيع أن يوقف الحرب، وأن الآن الموضوع يعني في الأزمة الدولية الحالية الاقتصادية والتوتر الموجود في العالم ليس وقتا مسامحا يعني للحروب. ولكن وكذلك بالنسبة للطرف الروسي والذي هو الآن هو يزيد التوتر ويزيد التشنج وهناك المناورات على الحدود الأوكرانية، يعلم بأنه إذا دخل إلى أوكرانيا فإنه حقا ربما سيدخل إلى مستنقع كبير ولا يعرف كيف سيخرج من ذلك، وهذا كله ربما يكون رادعا بأن لا يتخذ العالم أو القوتان العظميتان تتخذ هكذا خطوة بهذا الاتجاه. وكذلك توجد مصالح اقتصادية كبيرة بين الطرفين، وخاصة بين الطرف الروسي والطرف الأوروبي، فلذلك هذه كل أمور تدعو إلى عدم بدء شيء من نوع من الحرب. ربما كما قلت هي ربما حرب إعلامية، حرب سايبرية، ولكن ليس حرب على أرض الواقع. ولكن هناك حشودات، يعني الأمر تجاوز لربما الحرب الإعلامية، هناك حشودات روسية على حدود أوكرانيا، أليس كذلك؟ نعم، هناك حشودات أوكرانية، وهذا نوع طبعا من التهديد. ربما الآن روسيا تشعر بنفسها بأنها قوية، بأنها استطاعت أن تحبط العملية التي تمت في كازاخستان، بأن لديها الآن صواريخ ما فوق الصوتية، وترى بأن الغرب والناتو يستهترون بها، يضعون عليها عقوبات اقتصادية. هذه كلها تدعو ربما يعني روسيا إلى نوع من الاستفزاز، إلى نوع أخذ هكذا خطوات، ولكن في النتيجة روسيا لن تتجرأ على أخذ هكذا خطوة، لأن بالنتيجة هي في الدرجة الأولى والشعب الأوكراني سيدفع الثمن، وربما أقل من سيدفع الثمن هم الأمريكان الذين هم حقا بعيدين كل البعد عن المنطقة، والذين ربما فقط سيدفعوا ثمن السلاح أو يدعموا أوكرانيا بالسلاح. والمتضرر الآخر ربما بالدرجة الثانية هي القارة الأوروبية، الشعب الأوروبي، وعلى رأسهم ربما ألمانيا. يعني بالتوازي مع التصريحات الأمريكية التي ذكرتها بطبيعة الحال والخاصة باستعداد الإدارة الأمريكية لكافة السيناريوهات، هناك تحذير من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من تصاعد التوتر مع روسيا. يعني كيف تقرأ هذا التضارب في المواقف بين أمريكا وحلفائها، وكيف يمكن لروسيا أيضا أن تستغل هذا التضارب؟ نحن نعرف للأسف في هذه النقطة يوجد عدة تباينات أو تضاربات. يعني أول شيء البيت الأوروبي ليس موحدا في هذه النقطة، وربما حتى دول الناتو ليس متوحدة في هذه النقطة، وكذلك بين أوروبا وأمريكا. أمريكا هي بعيدة آلاف
كيلومترات عن القارة الأوروبية، ولكن روسيا والدول الأوروبية هي جيران ويوجد بينها مصالح مشتركة، فلذلك عندما يتم شيئا فسيتم في البيت الأوروبي وبعيدا عن أمريكا، فلذلك هنا نجد بأن الطرف الأوروبي حذر جدا ويبحث عن الحل الدبلوماسي، عن الحل السلمي. فلذلك هذه المنظمة الأوروبية للأمن والسلام في أوروبا دائما تعمل من أجل ذلك، وهي تحاول أن تهدي الأمور. وهنا توضح الصورة بأن حقا أوروبا لا مصلحة لها ولا تريد ذلك التصعيد مع روسيا، لأن لديها كذلك وخاصة في موسم الشتاء الآن القارس وموضوع الغاز والعلاقات الاقتصادية القوية بين أوروبا وروسيا. يعني من هنا ألا تعتقد أن يمكن لروسيا أن تضع المجتمع الدولي وأمريكا ويعني الناتو بشكل عام أمام الأمر الواقع كما فعلت في شبه جزيرة القرم؟ أتمنى أن روسيا أخذت درسا من ذلك، هي قامت بذلك طبعا في شبه جزيرة القرم لأن الموضوع يوجد على حدودها، ولكن كذلك أخذت درسا في أفغانستان. وعندما تدخل ربما هناك من يقول بأن ربما هذه عملية لجلب روسيا للدخول إلى أوكرانيا، لإدخالها إلى مستنقع ما، وهناك الشعب الأوكراني يتصور لن يرضى بذلك وسيرد كذلك على التدخل الروسي بهذا الشكل، وسيكون هناك حقا مستنقعا ومكان استنزاف للقوات الروسية والاقتصاد الروسي في هذه المنطقة. نحن نعرف أن الروسي دخل إلى سوريا، وربما في بعض الأحيان يتمنى بأنه لو لم يكن يدخل إلى هناك، لأن كما يقال المثل الدخول إلى الحمام ليس مثل الخروج منه. من واشنطن جاء طرح ثالث يعني تمثل في مقترح تقدم به أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يسعى لفرض عقوبات على الرئيس الروسي ومساعديه. هل تظن أن روسيا ستقبل بما يراه مراقبون لربما إهانة لبوتين؟ نعم، هذا هو حق الإهانة لبوتين ومن حوله، وهذا حق استهتار في العلاقات الدبلوماسية واستهتار في العلاقات يعني الروسية الأوروبية. كما قلت الأمريكان بعيدين كل البعد عن القارة الأوروبية ولا يهمهم كثيرا بما يحصل على أرض الواقع، فيما يحصل في أوروبا من تشنجات وتوترات وما سيحصل على الشعب الأوكراني، فإذا هم هناك بنوع من الفضاوة من الأريحية يطرحون هكذا حلول، وهذه الحلول حقا لا تفيد ولا تجدي ولا توصلنا إلى نتيجة، بل بينما فيها كثير من العنجهية والغطرسة. يعني في بداية حديثنا قلت أنك متفائل بالوصول إلى حل، ما شكل هذا الحل الذي لربما يتم الوصول إليه؟ الحد أتصور هم يجب أن يصلوا. روسيا لا تطلب يعني جوابا خطيا من حلف الناتو ومن الدول الغربية على ما سألته بأن لا يتم الآن كذلك أعطاء العضوية الناتو للدول يعني مثل أوكرانيا أو جورجيا، هذا تخاف منه روسيا، تريد حلا يعني لذلك. فلذلك ربما أن توجد طريقة أن يعني هناك نوع من المماطلة. أريد أن أعطي مثالا الآن، مثلا تركيا تطرق باب الاتحاد الأوروبي، لديها عشرات السنين ولكن لم يدخلوها عندما لا يريد أن يدخلوا بلدا في منظومة ما، فيستطيع أن يؤجلوا هذا الموضوع. وأنا أصور حتى أوكرانيا هي ليست مستعدة الآن من ناحية التسليح ومن ناحية عدة مجالات أن تكون عضوة في الناتو، فإذا يستطيع الناتو والدول الغربية تستطيع أن تعطي نوعا من التهدئة للطرف الروسي بأن هذا الموضوع لن يتم بين عشية وضحاها، وربما توضع كذلك أجهزة رقابة معينة في الحدود وتهدئ الطرفان، وبهذا الشكل ربما سيتم الوصول إلى حل هذه الأزمة، لأن إذا حقا انفجرت هذه الأزمة الآن ربما ستؤدي إلى كارثة عالمية جديدة، وربما إلى سباق التسلح مرة أخرى، وكذلك بناء الجدران العالية بين الدول، وهذا سيقسم العالم مرة أخرى إلى حلفين بينهما التوتر كثير، وسيعاني منه كثير من الناس على الطرفين وخاصة الشعب الأوكراني. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين، العضو السابق في البرلمان الألمانية جمال قارصلي، شكرا جزيلا لك.